معظم التلاميذ كيقلبوا على انهم يدوزوا واحد الموسم دراسي مثالي. وشنو كنقصدوا بهذه الكلمه؟ هو انهم يدوزوا واحد العام اللي مقاد مزيان، يعني واحد غادي يبدا المراجعه من الاول ديال السنه وغادي يبقى يراجع كل نهار، وديك المراجعه ديما كيكون في الطوب ديال التركيز ديالو، كيراجع الفروض في الوقت ديالهم، كيدوز فروض مزيان، كيجيب دوك النقاط العاليه، وفي الاخر حتى النتائج اللي كيحصل عليها كتكون ديما مزيانه. ولكن الواقع راه شي حاجه اخرى مختلفه تماما على هذه المثاليه، وهذا هو الخطا اللي كيطيحوا فيه المعظم ديال التلاميذ، هو انه كيكون مثالي في البرنامج ديالو، مثالي في المراجعه ديالو، وفاش كيجي الواقع اللي ما فيش غير المراجعه، ما فيش غير القرايه، الواقع فيه بزاف ديال الحوايج، فيه بزاف ديال المشاكل اللي ما غاديش تخليك على انك تافونسي. دونك ماشي بالضروره من الاول داكشي غادي يكون مقاد وداكشي غادي يكون مزيان، كاينين مجموعه ديال التحديات ومجموعه ديال المشاكل اللي غاديين يوقفوا في قدامك وخاصك ديك الساعه تواجههم. ولكن الخطا الكبير الثاني اللي غادي يطيحوا فيه التلاميذ هو انهم غادي يستسلموا. اول حاجز ولا في اول عائق يوقف قدامهم غادي يحبسوا وما غاديش يكملوا. حنا عباره على واحد البشر ماشي ملائكه، دونك المثاليه ما كايناش في الحياه ديالنا. يعني الا كانت المثاليه هي 100% نقدروا نقربوا ليها، نقدروا نوصلوا 90%، نقدروا نوصلوا ل 85%، ولكن 100% راه ما يمكنش على انه نوصلوها. ضروري ما كاينين شي حوايج في الحياه ديالنا اللي ما نقدروش نكونوا فيهم في الطوب ديال 100%، وهذا الشيء اللي خصو يفهموه بزاف ديال التلاميذ. انك تحط واحد البرنامج، انك تقاد واحد لو بلون، ما كيعنيش بانك غادي تيكزيكوتيه كما هو، غادي ديرو كما خططتي ليه. راه تقدر يطرى لك غير واحد المشكل وفي الاخر غادي تسلم وغادي تقول بلي واه كاع داكشي اللي خططت ليه، كاع داكشي اللي قاديت في الاخر تضرب ليا في الزيرو. وفي بلاصه هذا الشيء شنو خاصك دير؟ شنو هو الحل؟ هو انك تبقى ديما كتسعى للتحسين المستمر. يعني ديما فاش يطرى لك واحد المشكل تقلب على شنو هو الحل ديالو، تقلب على انك تاجوستي وترجع عاوتاني للسكه وتشد الطريق ديالك. عاوتاني كيجي مشكل اخر كتقلب على الحل ديالو وانت غادي بحال هكا. ماشي انت قررتي وقديتي واحد البرنامج وقلتي صافي هذا الشيء اللي غادي نمشي عليه، وطرا لك غير واحد المشكل وحبستي وقلتي صافي ما عندي ما ندير. وهاد المثاليه راه كتبان عند التلاميذ حتى في القضيه ديال الدروس. كاين اللي كيقول لك باللي خاصني نتبع مع الاستاذ فلان فلاني عاد بشي ساعه غادي نفهم، الا ما كانش هذاك الدرس راه ما عمري ما غادي نقرا. راه كيف كنقول ديما بدا بدك الشيء اللي عندك، بدا بداك الشيء اللي عندك، بعدا بدا ديماري دير شي حاجه، ماشي تبقى واقف في بلاصتك. ومع المده ديك الساعه بدا كتاجوستي، بدا كتحسن بشويه بشويه حتى توصل لهذاك لو نيفو اللي باغي، ولكن ما تبقاش في بلاصتك، ما تبقاش واقف وانت ما كدير والو. اذا بالنسبه ليا ما كاينش واحد الموسم دراسي مثالي، ولكن كاين واحد الموسم دراسي واقعي، يعني فيه الواقع، يعني الحقيقه اللي كنعيشوا. غتحط واحد لو بلون، غادي تصاوب واحد البرنامج، غادي تقول ها كيفاش انا غادي نمشي. وفي كل مره كيطرى لك شي مشكل ولا كتخرج لك شي حاجه كتاجوستي هذاك البرنامج، كتحاول تقادو. يعني الا واحد النهار لاحظتي بانك ما مركزتش مزيان في هذاك الدرس اللي كتقرا، فهاد الشيء ما كيعنيش باللي نهايه العالم وباللي صافي راه ضربك تران وهذاك الدرس مشى. لا، راه في الغد لي تقدر تلقى واحد الحل باش انك تراطرابي هذاك الدرس اللي قريتي البارح وتعاود تقرا واحد الدرس جديد وانت غادي بحال هكا. يعني ما تخليش واحد نهار ولا واحد يومين ولا واحد السيمانه اللي ما دازتش مزيان انها تخرب ليك وتخرج لك على كاع داكشي اللي قديتي مزيان من الاول. وديما كون واقعي وسعى ل 80% ل 85% ل 90%، وما تسعاش لانه صافي كلشي مزيان وخاصك تجيب 100%. ضروري ما غادي يجيو بزاف ديال الايام اللي ما غاديش تكون موتيفي، ضروري ما غادي يجيو بزاف ديال الايام اللي المورال ديالك غادي يطيح، ضروري ما غايجيو بزاف ديال الايام اللي يخرجوا لك بعض الطوارئ اللي غادي يحاولوا يعرقلوك. دونك الا توقعتي هذا الشيء واكسبتيتيه وتقبلتيه فراه هذا الشيء جزء من انك غادي تافونسي وغادي تمشي مزيان. ولكن الا ما كنتيش متوقعه وما كنتيش موجد كيفاش غادي تواجهه ففي الاخير غادي يجي وغادي يهرسك وغادي يوقفك وغادي يخليك بلاصتك، الشيء اللي غادي يلعب بزاف على النتيجه اللي غادي تجي في الاخر ديال العام. دونك كانت هذه هي النصيحه ديالي في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. تهلا لي فراسك، نتشافو غدا ان شاء الله في فيديو جديد.